راديو نيل لسه مكملين معاكم يلا اونلاين برعايه جوميا، وبنتكلم النهارده عن الاسباب اللي ممكن تدفعك ان انت تقفل الاكونتس بتاعتك على السوشيال ميديا. هل هي اسباب فعلا يعني قويه زي ما ميرا قالت كده، انتشار الشائعات، طب بذمتك ده مش سبب فعلا يخلينا نقفل الاكونتات بتاعتنا او نبعد على الاقل او نتجاهل الموقع الالكتروني او الموقع اللي في كم لغط كبير؟ طبعا يعني دي من الاسباب اللي ممكن تخليني ابعد عن بلاتفورم محدده. يعني زي انت بتقولي انت بتحبي اللايف ستايل وبتحبي الايه اللي هو الايجابيه او البوزيتيف انرجي اللي بتاخديها مثلا من انستغرام. بالظبط. في كتير جدا من الناس بيبقى انستغرام بالنسبه لهم وسيله الهروب من الضغوط اليوميه والتخلص من الاعباء العمليه والكلام ده كله، لكن انا ببقى شايف جزء من دوت ان هو كتير منه بيبقى فيك. جزء منه بيبقى كتير تمثيل، جزء منه بيبقى كتير ادعاء، جزء منه بيبقى حاله من الحالات التصنع. واتكلمنا قبل كده اميرة على ان الحالات اللي زي ديت اللي كتير من او يعني مش عايز اعمم البعض البلوجرز او الانفلونسرز اللي بيدعوها او بيصطنعوها بتؤدي بشكل مباشر او غير مباشر لاحباط ناس كتير قوي من المتابعين، ان هم طول الوقت بيبقوا متصورين ان حياتهم هي اجمل حياة، ان حياتهم هي طول الوقت شوبينج، طول الوقت سفر، طول الوقت فسح، طول الوقت اكل وشرب في مطاعم، واو الكلام ده كله. فانا ببقى شايف ان اثر ده على الناس الطبيعية، الناس طبعا مزيد من الاكتئاب، مزيد من العزلة، مزيد من الاحباط، لان هو طول الوقت بيبقى شايف ان ايه، ان هو ليه هو مش حياته كده، او امتى ممكن في وجه مقارنه. هنا بيعمل مقارنه بين حياته وحياه الشخص. طبعا وتحديدا انا هرد عليك بقى يا احمد في الحته دي، فكره ان يكون في مقارنه وفكره ان يبقى في اكتئاب او في عزله او في ايا كان، يعني هيبقى فيه او ايه الاثر النفسي. انا تعادلت لك اهو عشان تخدتي الجانب الاثر النفسي للموضوع ده. كل مستخدم لازم ان هو يكون واعي كويس جدا جدا لكل حاجه هو له اكاونت عليها. عظيم. يعني الفيسبوك، انا عندي اكاونت على الفيسبوك، عندي اكاونت، يبقى لازم اكون واعي كويس جدا ان مش كل حاجه هتتنشر او هيتعمل لها شير هصدقها. عظيم. بنفس الكلام برضو، انا مش هاجي في صف انستغرام، برضو نفس الكلام، المستخدم اللي عنده اكاونت على انستغرام يكون واعي وعنده وعي كافي ان برضو مش اي حاجه على انستغرام هيصدقها. عظيم. في منها الفيك زي ما انت ما بتقول يا احمد، وفي منها اللي هو في ناس عايشه حياتها وفي ناس بتسافر وبتروح وبتيجي، بس انا ده مش هياثر عليا. ده المستخدم الواعي. هنا بقى نقف بقى. ده المستخدم الواعي، حط جنب منها برضو كلمه ايه، الناضج او الكبير اللي فاهم او اللي ادرك. يعني لا، ما انا عايز اكمل ليه بقى، لان اغلب المتاثرين بده هم للاسف اطفال ومراهقين لم يصلوا لمرحله النضج اللي ميرا بتتكلم عنها دلوقتي. فاذا المتاثر دوت هو واحد طفل او طفل مراهق او شاب صغير جدا لم يدرك ان مصاعب الحياه او التعب هو اللي بيؤدي الى نتيجه ايجابيه في الاخر، ان انت بتبقى في المود ده او الحاله دي. واللي بيوصل للمود ده والحاله ديت لا يدعي ولا يتصنع، وان يبقى حياته طول الوقت بتبقى كده ايه، مشاع بالنسبه للناس. فانا ببقى شايف ان الغالبيه هم متصنعين او مدعين لمجرد ان هو بس يجيب مور ترافيك، وبالتالي يجيب مور معلنين بالنسبه له، تحديدا اللي هم البلوجرز والانفلونسرز. انا بتكلم مش في مصر، مش في مصر على بس، على مستوى العالم. على مستوى العالم، لان بما ان الانترنت والاطفال ليهم اكسس على كل العالم، انا بشوف ان الاطفال دلوقتي بيتابعوا اطفال في دول كتير قوي، منها دول عربية ومنها دول أوروبية ومنها دول أمريكية، ويبقى طول الوقت الطفل عينه على الحاجة اللي بيشوفها في الفيديو ده. لما يبقى طفل من نفس السن بتاعه، على سبيل المثال مثلا طفل مشهور جدا 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 اسمه رايان، وموجود في موسوعات كبيرة قوي، ان الطفل دوت محقق أرقام كبيرة جدا من المشاهدة. طول الوقت الأطفال حاطينه أيدل بالنسبة لهم، عايزين يوصلوا للمرحلة ديت من الألعاب ومن الرفاهية ومن الخروج ومن الحالة السعيدة اللي هو فيها. فعشان كده بقول ان الاطفال طول الوقت بيبقى هما المتأثرين، هما والمراهقين.